عمري ابتدى من الليلة دي وياه، ولقيت سبب للحياة عشان أعيش. خدني هوا لدنيا تانية وياه، كل حاجة فيا عايزة. أنا بقى اللي جيلي الشباب، أهلا وسهلا بيك معانا النجم تامر حسني. حبيب قلبي، النبي أنت اللي عسل. حبيبي الله يخليك. تامر، كلمنا النهارده اولا عن تكريمك لانغامي وان تطبيق 100 مليون جنيه السنه. طبعا بشكر الاداره وبشكر كل الجمهور اللي دخل سمع اغنيه، لان عدد كبير الحقيقه في الشهرين دول اللي نزل فيهم الالبوم عدد كبير. والحقيقه اللي فرحني ان هي جايزه من الناس ومن موقع محترم كبير زي انغامي، فالحمد لله انا تعبت وربنا كرمني. مقياس نجاح الالبوم طبعا بقى رقمي، بس مش رقمي بس، يعني هو دايما دلوقتي بقى يتقاس بالارقام اللي على السوشيال ميديا، انما مش الارقام بس، في رقم بيبقى معاه تاثير. يعني ممكن تلاقي حد عامل رقم كبير بس انت مش عايز تروح تحضر له الحفله مثلا، فاهمني؟ فبتبقى هنا الرقم ناقص حاجه، ممكن بيبقى الرقم للاغنيه وفي رقم بيتعمل للشخص، فده الشخص اللي بيعمل رقم انت تنزل تروح له حفلة او تخش له فيلم او تتابع هو عمل ايه تاني، ده اسمه تأثير. يعني مش كل حاجة ان الرقم بس، لا، الرقم لازم يبقى فيه تأثير حصل من وراء او لا. يعني مثلا انت عملت رقم كويس، بعدها انا سافرت رحت عملت تور في العالم كله وفي الوطن العربي وبتاع، فده التأثير. يعني انت بتعمل رقم، يعني في ناس عايزة تشوفك بعد الرقم. مبيعاً الفيزيكال، يعني انك تشتري السي دي دلوقتي، طبعا ده ما بقاش مش هو مقياس خالص، بس طبعا اي حاجة بتعمل رقم لازم يبقى معها ان الالبوم فيزيكال يعني يتباع كويس يعني. بس طبعا ما بقاش مقياس، لان الانترنت خلاص بقت كل حاجة مباحة ان انت بتجيبها ببلاش، فمش هتروح تشتري يعني. بس في ناس بتحب يبقى معاها السي دي نفسه، وحتى الالبوم بتاعه والكوفر بتاعه بتحتفظ بيه يعني. ستيل لغايه النهارده في ناس بتحب تحتفظ بيها. دلوقتي موقع زي انغامي بيديك ان انت تقدر تخش تجيب كل الحاجه بشكل قانوني وتحتفظ بيها، فدي برضو حاجه كويسه او ثقافه جميله يعني انا احب تبقى عندنا.